مطلعني ضعيف ومبين كتير هيك انه ما في انا سكس باكس. جوني بونجور. هيك عم انتدكشن بلش خبركم. الخان خان المقصود محل بحبه كتير، صرت مصور فيه تقريبا 3 4 مرات. مش بس انه اكلتهم كتير طيبين، ودايما اللايف ستيشنز الموجودين، ان كان الصاج ان كان الخروف اليوم بسبيشال ايفنتس، ان كان الكليب اللي عندهم ياهن، الطاولات الخشب، الكراسي الخشب، الاجواء الضيعه التقليديه القديمه. بس كمان هون بالخان هو العرق، هو كركة العرق، هو الاثنين فيديوز اللي صورناه عن العرق. وفينا لكم بكل صدق، مش لاني واقف هون، من اطيب عرق شربينه بحياتي، وكل ما ارجع لهون برجع بنبسط. عندهم طريقه كتير سبيسيال يعملوا فيه عرق، بتعطي ريحه حلوه، بتعطي طعمه حلوه، اكسبيرينس اكثر بكثير من ينسون وسبيرتو، بس كتير اشياء معهم. فخلينا نبلش. اول شيء جوني، كيفك؟ بونجورك. نعرف بعضنا كتير زمان، كتير زمان. بحبك بحترمك وبحب كتير شو بتعمل. هيت نبلش. الخان لمين؟ الخان هو تابع لجمعية أركانسيال، جمعية بنيت أول شيء الضيعة النموذجية اللي عنا إياها، وتوسعنا وصار عنا خان المقصود اللي هو المطعم الريستو. بنستقبل فيه بالصيفية بحدود 350 ل 400 شخص بالنهار. هالقد بساعة؟ يس. مع بعضهم عم بيأكلوا؟ مظبوط. مبسوطين؟ كلهم فردا فردا. وبنعمل من مهرجاناتنا المعروفين فيها، هي مهرجان العرق اللي بنعمله بداية الموسم كل سنة، والسنة كمان لأنه في كتير عالم طلبت منا، كان ناجح كتير المهرجان وحابين يرجعوا نعمل شيء نفس الإسبري. فعملنا السنة وهو من بلشه اليوم كركة الخان. نحن عنا عرقنا، منشيل عرق خان المقصود، فكركة الخان سميناه كمان ليكون من رونق المهرجان، يعني العرق، الميزة الباردة، الميزة السخنة، المشاوي، الخروف، السبيشاليتي، كل هيدا كل هول القصص، وكله بيوفيه مفتوح. العالم تجي بتنبسط بالموسيقى، بهالجو الحلو اللي قلته انت، وبتاكل لقمه كتير طيبه ومع كاس عرق ولا اروع. طب مهرجان العرق كيف بلشت الفكره؟ امتى تاريخه؟ لانه انا ما عم بلحق كل سنه، او كون سفر او كون ما عم بلحق. حتى نحكي عن المهرجان، كم شخص بيجيب، شو اجواءه، امتى صار ونقل راد لسنه تجي؟ مهرجان العرق اول سنه عملناه هو بال 2016، بديت الفكره منه، لانه نحن بالبقاع بتعنايل، في الدير اللي عندنا العنب، هو معروف العرق انطلق من زحلة او من الفرزل الاساسي، لانه هي العنبة اللي بتطلع هونيك اللي هي اضبط شيء للعرق، فانشهر اكثر شيء من هون. فبلشنا بداية المهرجان. نحن بنعمله كل بداية موسم بحزيران، بتاني جمعة من حزيران، تاني ويك اند على طول بنبلش فيه موسمنا وننطلق. بكون هيك موسم كتير حلو، بنبلشه بانطلاقه، بيستقطب تقريبا عم نحكي على نهارين، هو سبت واحد، بحدود الألف شخص بيجي بين سبت وبين احد. بنستقبل، بتكون اجواء كتير حلوه ورائعه وحنشوفها بهاليومين. سكند ويك اوف جون لكن مهرجان العرق حطوه عندكم على الكالندر تنرجع نشوفه. طب الخان هو تقريبا ما بعرف شيء 1500 متر مربع تقريبا، عندك اكثر شوي، شيء كثير كبير. من ميله عندكم البيوت القديمه التقليديه، الطين، من ميله ثانيه زيت شيء، طاولات خشب، كراسي خشب، جازون، القش اللي قاعدين نحن عليه، الكرك اللي ورانا اللي دايره كل الوقت، فيكم تناموا هون. هات نحكي شوي عن اللي بتسموه جيست هاوس ايكولوج. الايكولوج الضيعه النموذجيه، نحن عندنا 7 غرف فيهم العالم يجوا يستفيدوا منها عن الاكسبيرينس. هي الاكسبيرينس من وراها انه بتكون العالم قاعده على على الارض، مش 5 ستار اوتيل، مش 5 ستار، هي تنعمل الاكسبيرينس كيف كانوا يعيشوا جدودنا، كيف بيو لجدك نعيش 100%. بنوضح كثير منيح، اجواء كثير حلوه، الامبيانس حلوه كثير. انا جربتها بالشتويه وتكتك وسناني، بس كانوا كثير حلوين. في هي برا، لانه جوا في صوبيا على الطريقه القديمه من المازوت، وبتناموا على الارض على الفرش، والسيستم المعمول كثير حلو. كيف من زمان كان الماما والبابا قاعدين بيتجوزوا اولادهم، بيقعدون بوجهن، بصيروا يزيدوا البيت ويكبروا، وبيلتقوا الكنه والمرا قدام بالدار، وبكون بتصير تقول ان شاء الله يحبوا بعضهم، والجواز بيروحوا بيشتغلوا. هيدي هي الامبيانس، هاي هي الامبيانس. بعيدوا العالم، بيجوا مع عيالهم، بيقعدوا بقضوا نهار وليل كثير حلوين، ومنعيش هالاكسبيرينس كلها. معقولته على الصبح مثلا على صوت الديك أكيد. او تشوف الدجاجه قاعده على الباب عم تك 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 فتح للباب، يعني بمنخار، وبتاخذ البيضه البلد دغري الطازه البيضه. نمنا عندكم وعينا الصبح، عشان شفنا ناس هلا عم تتروق. الترويقه اللي هلا رح تشوفوها، بيض بقورمه، الصاج، اللبنه، الجبنه، everything in between. بترجعوا
انا برايي بتطفوا التليفون اكيد على الاخر وبتقعدوا يومين ترجعوا على الطبيعه، ترجعوا على ايام زمان وفعلا اكسبيرينس ولا احلى من هيك. خلصنا من هون نطلع الدير، نطلع الدير قطعنا الطريق، تاخذوا السياره لانه الطريق شوي بيسوق جنين دقيقه تقريبا في مشي 50 متر. شو بيعملوا بالدير؟ بالدير فينا نعمل المارش بالطبيعه، نشوف البساتين اللاك، نروق شوي مثل ما قلت انت، نفصل عن المدينه. شيء جوا رائع جدا. بيعملوا فيهم يعملوا بسيكلات، فيهم يعملوا اكروبرانش، فيهم يعملوا زيبلاين. في عنا مهرجان تاني جاي هلا بنحكي عنه بعد شوي. اها رح نعمل فانداج كمان. ففي كتير قصص نقدر نعملها. اركانسيال عنده او مسؤول او بيدير الدومين دو تعنيه اللي هن مليونين متر مربع. فيكم تتخيلوا شو بينعمل بمليونين متر مربع؟ فيكم تجوا انت والعائله وتقضوا نهار كامل، الاولاد بينبسطوا، الاهل بينبسطوا، المناظر حلوين، بياخذوا صور لانستغرام ما بتحلموا فيها، التمشي بين الشجر حلوه، اللاك كتير كتير حلو، نظافه ماكسيموم، وفيكم كمان تعملوا بسيكلات، فيكم تعربشوا، فيكم تتسلقوا، والاهم ما تفلوا بلا ما تشتروا لبنه وجبنه. اكيد في الماركت كمان وفي الحيوانات الاولاد. الماركت كل ايمتى؟ كل سبت؟ كل سبت واحد. كل سبت واحد عم يصير yes. الصبح yes. يعني فارمرز ماركت. يس عظيم. نرجع لهون باختصار لان شغله كثير مهمه، وحده من اهم الجمعيات بلبنان اللي فهمت اللعبه من اساسها، اللي بسموها سوشيال انتربرايز، اللي بتوظف اكثر من 500 شخص. حضرتك اشتغلت باركانسيال، فينا هيك ناخذ نبذه عامه عن اللي ما بيعرف شو يعني اركانسيال؟ بعرف اسم بالفرنسيه وفي ناس ما راح تفهمه. اركانسيال يعني رينبو. شو يعني اركانسيال؟ شو بيعمل اركانسيال؟ اركانسيال هي انطلقت جمعيه من اكثر من 35 سنه. الهدف تبعها كانت مساعده الاشخاص اللي هن ذو احتياجات خاصه، وتوسعت بطلت يعني بس باختصاصها، صار فيها كذا بروجرام من اجريكولتور، اجريكالتشر، من توريزم، من سوشيال، من هيلث. الكرسي ناس بتعرفها كتير، الكرسي نحن العالم بتعرفنا بالانفيرونمون مثلا بالريسيكلاج، بس اركانسيال اكبر من هيك بكتير. يعني اركانسيال بتساعد مزارعين، بتعمل ريسايكلينج، بنعمل هوسبيتال ويست تريتمنت، الايكوتوريزم اللي عندنا هو سو تعمل ريسايكلينج للفرش وبتبيعهم 100%، البروكانت، المساعده السوشيال كمان، الاكتيفيتي اللي بنعمله بنساعد العالم بالانفجار مثلا. اركانسيال كانت من اول الاشخاص اللي نزلت وقتها على الارض وساعدت كثير عالم، وصلحنا بيوت وفرشنا بيوت الى اخره. فاليوم اركانسيال بنفتخر نقول نحن صرنا اولموست اكثر من 600 فالنتير بقلب اركانسيال، وعم نتوسع وان شاء الله ان شاء الله كل جمعيه بلبنان تفكر بهذه الطريقه. هالكلمه الشهيره اللي اسمها سوشيال انتربرايز، مزبوط جمعيه بدك تعمل عمل خير، بس عايز تفوت مصاري كامل تكفي وتستمر. بهالطريقه بتوظف ناس، بتشغلهم، بتدعم العيال، بهالطريقه بتخترق منتج شو ما كان، بتبيعه، بتطلع منه مصاري، القسم منه بيروح تساعد القسم الثاني، بتحطه بالصندوق، ترجع تجمعه وتكبره. من وراها اركانسيال يوم عنده اوتيل، اركانسيال عنده ريستوران، اركانسيال عنده مشاغل، اركانسيال عنده اداره اماكن كتير مهمه، واكثر واكثر بيشتغل كمان مع انترناشونال دونرز اند فوندز. تعال نرجع على هذا المحل حتى لو ايديك عضلوا. الخان، الخان يفتح كل يوم؟ كل يوم اثنين للاحد، ترويقه غدا عشاء. بسم الله عليكم. ترتاحوا ولا نهار؟ ولا نهار. بنعمل حفلات ويدينجز، بنعمل سهرات بالليل، عندنا سهره الساج نسميها ساج نايت، من اجمل السهرات بنعملها كل جمعه وكل سبت حسب ايام اللي بكون عندنا. هلا بدنا ناخذ بريك. بدك تبصر لي؟ انا بشربك قهوه غيري ببصر لك. لكن القهوه بتكون جاهزه، بدكم قهوه لبنانيه فيه ساج طازه طيب كتير فيه. هي طلعت بلا قبض، اعطيها لمارك. نحن اليوم عن جديد بالخان، خان صيفية وشتوية. مثل ما شايفين برا كتير حلو، الجازون، القعدة، الأوض على جنب، الشمس، الأضوية بالليل، الموسيقى اللي وطيناها هلأ شوي بس كرمال التصوير. ومش بس هيك، عندهم قعدة جوا، هالقعدة اللي جوا اللي هي الصوبيا، الشاميني، مزبوط، القعدة بالشتوية. فأنتوا الصيف شتى عصفت سكرت طلعت نزلت، أنتوا فاتحين. والإيكولوجي اللي حكينا عنه أو المنامة حتى لو تلجت في صوبيا جوا وفي واحد بيقدر ينام. هو الميزه للبيوت الترابيه انه هن ايزوليترز، يعني اذا كنت عم تدفيها بتحمي بريفنت، يعني بتخلي الجوا السخن، يعني بتحافظ عليها. واذا كنا بالصيف بس نحن بحاجه لمروحه. عظيم. ولا شيء ثاني، بنفتح الباب شوي في شبك طبعا البرد. سبت احد بيفيه دائما؟
سبت احد لا بس يكون عندنا ايفنت بيكون بيفي أوكي. عاده بنكون على كارت او فورمول. لكن اليوم في ايفنت مثل ما كان في ايفنت قبل ساعات رح تحضروا الفيديو بيكون يمكن خلص الايفنت او عم بيصير الايفنت هو ما رح نسميه مهرجان العرق بس هو الكرك كركه الخان كركه الخان. صدقوني عن جد اللي ما بيشرب عرق بصير يشرب عرق يعني فينا لكم اياها مثل ما هي. وفي كثير ناس شربتهم من هول العرقات وقالوا ليش لانه وان اتس اروماتيك دونك في شيء بيطلع المنخار غريب عجيب كثير سلسه وما بتحرق بزل العين وما فيها طعمه الكول قويه السبيرتو تبعها ابدا ما بتحسوا فيه وبتحط البسمه على الوجه بتعرف عرق من الكول القليل يلي غريب سبحان الله كيف لبنان اخترعه وبلش يشتغل فيه بيزبط مع المازه بيحط البسمه على وجهك ما بيخليك تسكر سكرته حلوه وما بيخليك تضيع مثل الشراب تبع تبع النايت كلوبز. فهولي كلهم سوا فيكم تشربون اليوم بهذا الايفنت وان شاء الله بيرجع بينعاد اذا رح ينجح رح نعمل كركه بهذا الايفنت اللي ان شاء الله كمان بيرجع بينعاد اوبن عرق شراب قد ما بدك تنطفي مزبوط. البيفيه دائما بيرجع بيتعبى كل قد ما بدك وطع انت وعائلتك ولاد طلوع نزول كلهم فين جيب كلبي معي اكيد 100% ولا عظيم روعه جريت. هذا الخان اذا ما بتعرفوه صرتوا تعرفوه مرسي جوني هون بيصير اسمه جوني على 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 البعية وفولو دم اون انستغرام اند فيسبوك شو الاكونت خان المقصود الخان المقصود الخان المقصود هو ال وال مرتين انتبهوا الخان ال ببلش المقصود ثانك يو تشيرز